ما كان عدد الحاضرين وفي مختلف المناسبات لابد من أن تكون حاضرة حتى أصبحت الهوية التي تميزت بها محافظة الأنبار عن غيرها. إنها الأكلة الأكثر شعبية الإدليمية أو المنسف. هذه الأكلة التي تحمل مذاقا خاصا ونكهة يفضلها الجميع عن باقي الأكلات. والله هي ما أصلها هو ما حد يعرف، هي قديمة قديمة جدا، بس مشهورة بها الأنبار بحكم مدينة محافظة عشائرية وأغلبيتهم يعني ناس بابة عرب، فهي أصلا هنا يعني أتوقع أنه أساسها بالأنبار، فروادها أغلب اللي يأكلون الغداء خاصة إدليمية. إحنا عندنا مرقات تمن ومرق عندنا إدليمية، الأغلب هو الإدليمية. فضيوف المحافظة أغلبيتهم طبعا عزائمهم دائما تكون إدليمية، لأن مشهورة الأنبار بالإدليمية، دائما يتجنبوا شغلات المشاوي، الأغلب شيء يتركز على الإدليمية. ويتحدث أهالي مدينة الرمادي عن أكلة الإدليمية ومكوناتها الرئيسية لتكون أكلتهم المفضلة في جميع المناسبات. ومنهم من يرى أن الوليمة التي تخلو من هذه الأكلة تجعلهم يضعون عليها علامات استفهام، لأنها جزء من هوية المحافظة ومفصل مهم من مفاصل الكرم الأنباري. الإدليمية المشهورة بالمحافظة الأنبار على مستوى العراق عامة، يعني هسه أي محافظة تروح لها يقول لك الأنبار مشهورة بأكلة الإدليمية. هاي من أجدادنا أبهاتنا القديمين وأجدادنا للوقت الحاضر. مكوناتها هي اكو عده دلاميه، مثل دلاميه باللحم، دلاميه على الدجاج، دلاميه بدون دجاج، تمن. الطباخ هو حسب خبره الطباخ، عندنا طباخين انواع يسوون دلاميه اشكال حسب الرغبه يعني، بس الدلاميه اللي ماشيه تعرف انت سريد الخبز التمن الشعيريه مكونات اخرى البهارات المقبلات اي شيء يعني مشهوره على مستوى محافظه الانبار حسب الطلب، بس المشهوره هي باللحم. احنا اهل الرمادي معروفين بهالشغله الادليميه، وتعرف انت عمل ما يشبع غير الادليميه، يعني ما يسند قلبه غير الادليميه، فكلها اكثر المواطنين والعمال وهذا تجهم للمطاعم، مطاعم رخيصه الحمد لله والشكر، وحج كريم اكله طيب ما شاء الله ومعروف قديمها ماتيا. ورغم وجود المطاعم الحديثه والمتطوره الا ان اغلب الولائم خاصه الاعراس تفضل ان تقام في البيوت لاكتمال اساسيات هذه الاكله الشعبيه بتعاون الجميع والمشاركة في مساندة بعضهم البعض. لبرنامج نسمات زاكروس سعد الحاج، الأنبار.